مجدا واكراما اكراما للاساس القدوس الاب والابن والروح القدس الان وكلام ظهر الدهور امين. وعيد النيروز من الاعياد الكبيره في الكنيسه القبطيه، يعني دايما بيجي قبل المدارس مباشره في مصر، وبتكون الاحتفالات عظيمه جدا لانه احنا بنتذكر ابائنا الشهداء اللي ماتوا من اجل الحفاظ على الإيمان المستقيم المسلم لينا اللي احنا عايشينه دلوقتي. فبتفرح الكنيسة وبتصلي فرايح من أول يوم في السنة، وناخد فترة فرايحي لغاية عيد الصليب بنعمة المسيح. وطبعا في نهاية السنة دايما احنا يا إما بيجي أحد واحد أو أحدين، لكن الأحدين دول هما بيتكلموا عن نهاية كل شيء. وإحنا دايما الكنيسة بتذكرنا وتقول للإنسان أنت حياتك مش على الأرض، أنت حياتك في السماء. أنت بتعيش فترة اختبار على الأرض، يمكن الفترة ده هي الطول فتوصل لتمانين او تسعين سنة. حتى الناس المعمرين اللي وصلت اعمارهم فوق المئة سنة، لكن في الاخر بتختم حياتهم بكلمة مات، بتختم حياتهم بكلمة مات. وبعدين ماذا بعد الموت؟ ايه بعد الموت؟ عشان كده لما بيسألوا التلاميذ السيد المسيح متى يكون هذا وما هي علاماته، هل هو المقصود انه التلاميذ مثلا كانوا خايفين ولا كانوا متشوقين لهذا اليوم؟ التلاميذ متشوقين بدليل انه بطرس الرسول بيقول للسيد المسيح اني انا لو اضطررت اني اصلب معك ما عنديش مشكلة. ويقول الكتاب المقدس لما بدأوا بشارتهم حسبوا انفسهم اهلا ان يهانوا لاجل المسيح، يعني كانوا هم مستهلين او حابين او فرحانين بالضيق وبالاضطراب. لكن سؤالهم ده هو سؤال طبيعي، بيقولوا امتى تكمل فرحتنا؟ امتى تكمل فرحتنا؟ امتى انت تيجي؟ امتى تاخدنا معاك للسماء؟ مش هو ده هو الغاية؟ مش هو ده المطلوب في حياتنا انه احنا نروح السماء؟ امتى يا رب تعمل كده؟ واحنا عارفين انه شعب بني اسرائيل الشعب الوحيد اللي كان يؤمن بالله، والشعب الوحيد اللي كان يؤمن بالحياة الابدية، بس كمان ما كانش كله، مش كل الشعب، لانه الشعب انقسموا الى طائفتين، طائفة الصدوقيون وطائفة الفريسيين. فالفريسيين دول هم كانوا بيؤمنوا بالحياة الأبدية وبقيامة الأجساد وباليوم الأخير اللي فيه الله يجازي كل إنسان كعمله. أما الصدوقيون دول الطائفة التانية أو الجزء التاني اللي كانوا موجودين في مجتمع اليهود، كان في فكرهم انه الدين والانبياء والكتب المقدسة موجودة عشان تظبطنا على الارض، تظبطنا على الارض. يعني ايه؟ يعني ربنا بيدينا الكتاب المقدس والوصايا علشان يحكم علاقتنا بعضنا ببعض ونعيش حياة كويسة فيها العدل، فيها السلام، فيها الرحمة، فيها الحق. ده فكر الصديقيون. عشان كده بولس الرسول
في وقت ما هو بيتحاكم من اليهود وليه المجمع موجود من طائفتين، طائفة الفريسيين وطائفة الصدقيون، فوقف في وسطهم وقال كده: هو أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم، لأن الصدقيون يقولون أنه ليست قيامة ولا ملاك ولا روح، أما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. الكلام ده هو موجود في أعمال الرسل أصحاح 23. وكانت العبارة ده هي شبه فكت الاشتباك من جهة بولس الرسول، لأن هم أنفسهم بدأوا ينقسموا على أنفسهم، بدل ما يحاكموا بولس الرسول بدأوا يبصوا يقولوا أيوة احنا صح الفريسيين، والصدقيون يقولوا لا مفيش قيامة أموات. وبالتالي بولس الرسول يقول لي: رجاء بالله فيما هم أيضا ينظرونه إنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأسمة. يعني كلنا هنقوم في اليوم الأخير. وقال كده: من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم إني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. وعايز يقول يعني أنا لو اتحكم علي بالموت إيه المشكلة؟ وأنا هموت وأنا مؤمن بقيامة الأموات، وهتيجي الساعة اللي هقوم فيها من الموت علشان المسيح يكافئني وآخد أجري السماوي. حتى نفس الحقيقة ده هي لما وضعوها قدام السيد المسيح وسألوه سؤال، بيقولوا له: طيب انت جاي تنادي بقيامة الأموات، تقدر توصف لنا المنظر فوق في السماء هيكون ازاي؟ واحنا عايشين في الارض عندنا حاجات كتير مختلفة. على سبيل المثال، ممكن واحدة ست تتجوز كذا مرة، كل ما يموت جوزها تتجوز غيره، او ممكن العكس بالعكس، ممكن الراجل يقدر يتجوز اكتر من زوجة. بس هو كانت المشكلة عندهم مش الراجل اللي يتجوز اكتر من زوجة، لانه ممكن الراجل في السماء في فكرهم يجمعهم كلهم، لكن الست منذ البداية ما كانش ليها تعدد. فازاي لما تروح السماء هتتجوز مين في ازواجها؟ وهنا هو الكتاب المقدس السيد المسيح له المجد قال لهم: تضلون إذ إنكم لا تعرفون الكتب. فتشوا الكتب لأن لكم فيها حياة أبدية. فتشوا الكتب، الكتب دلوقتي اللي اتركنت على الرفوف، حتى الكتاب المقدس ما بقاش بيتفتح في بعض الأحيان. لكن السيد المسيح قال لهم من جهة قيامة الأموات: أفما قرأتم من قبل ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس إله أموات بل إله أحياء. إله أحياء، وكل اللي ماتوا على رجاء القيامة دول هم عايشين وريحين حياة أبدية فوق في السماء. فهنا هو السؤال كان الهدف بتاعه: احنا مشتاقين، مش احنا خايفين، علشان احنا خلوا بالكم اول امبارح وقع زلزال في المغرب جاب حياة كام، انهى حياة كام، كتير، هم قالوا ازيد من 2000، لكن طبعا انتوا عارفين انه ايه المعلومات احيانا ما بتبقاش مكتملة، لكن 2000 ده عدد قليل. وقبلها كان في تركيا، وقبلها اعصار مش عارف فين، وقبلها واهوال احيانا بتخلي الناس في ضيق.
لكن مين هم المتضايقين اللي إيمانهم واقع؟ اللي إيمانهم واقع، لأنه التلاميذ شافوا كل الرعب في حياتهم ولكن ما كانوش خايفين ولا مضطربين. سؤالهم احنا عايزين نخلص، امتى تخلص عشان نروح السماء؟ احنا فرحتنا باننا نكون في السماء. وهنا هو سيد المسيح وضح في تعاليمه انه الحياة بعد الموت مختلفة عن الحياة على الارض. فقال لهم تضلون إذ إنكم لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. وده هو الحل الثاني للمعضلة اللي كانت في حياتهم. أول معضلة مفيش قيامة، قال لهم لا، من الكتاب المقدس بيقول إله أحياء مش إله أموات، لأنه كان بيفتخر بإبراهيم وبإسحاق ويعقوب بعد ارتحالهم أو انتقالهم من العالم. النقطة الثانية، حياتنا في السماء نكون كملائكة الله. وهنا هو البادر للإنسان من جهة المتعة، إزاي أنا هستمتع بالسماء؟ إزاي أنا هسعد في السماء؟ وكأنه المتعة في الحياة هي في الزواج. الزواج ربنا عمله للترابط الأسري وللخلف وإيجاد الذرية، حتى أنه الوصية في الإكليل تقول هكذا اتخذ أباءنا الأولين امرأة واحدة بطهر ونقاوة لطلب الذرية وإيجاد الخلف. الأسرة فيها المسيح متجمعة بالمحبة. الإنسان اللي في العالم اللي عايش علماني هو اللي بيبص إنه الجواز فيه متعة، أو بيبص لمتعة الجواز، متعة الجواز في الأسرة، في الترابط، في المحبة اللي موجودة بين الأسر. طيب وده هي بتجيب أعضاء للمسيح، طب وفي السماء؟ في السماء مش محتاجين للزواج. طب هل معنى ذلك إنه مفيش سعادة أو متعة في السماء؟ ده كل السعادة وكل المتعة، بس سعادة حقيقية ومتعة حقيقية في السماء. حتى إنه الاحتياج في حد ذاته هو ألم. الاحتياج يعني واحد يقول أنا استمتعت بأكلة حلوة أكلتها، طب ما تنظر إلى ما قبل الأكلة. الاحتياج للأكل ده مش ألم؟ ألم. الاحتياجات اللي موجودة في العالم دي كلها هي مجموعة من الآلام الإنسان بيعيشها وبيدور علشان يسد احتياجاته. لكن في السماء ما عندكش أي احتياج، ما عندكش أي احتياج. طب ومتعتنا في السماء شكلها هيكون إيه؟ ما هو لو عرفتها ما تبقاش متعة، لو عرفتها مش هتبقى متعة. يعني لو أنت رسمت في بيتك، رسمت في خيالك بيتك اللي هتعيش فيه، ما خلاص أصبح حاجة شبه موجودة في مخيلتك، ومع مر الزمن مش هتديك المتعة الكافية. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا كده انه ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر، مش هتقدر تتخيله او تسمع عنه او يجي على مخيلتك او في قلبك، لأنه هو أعظم مما تفتكر، أعظم مما تفتكر. علشان كده هو قال لهم اطمنوا من جهة الزواج، لا هتكونوا زي ملائكة الله، ولكن في حاجات تانية. طب من جهة الاحتياجات، المسيح هيكون سادد كل احتياجات.
احتياجاتكم. علشان كده انت لا هتجوع ولا تعطش ولا تتعب ولا هتحتاج لأي شيء. فهنا هو النقطة التانية، متعة الحياة بعد الموت متعة دائمة، والسيد المسيح بيديها لكل إنسان مؤمن. في نص احنا بنقراه دايما لما بنصلي صلاة التالت، وده بيكون دليل قوي على القيامة من بين الأموات. النص ده خلوا بالكم معايا، يقول فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا أمنتم. احنا بنكرز بإيه؟ بنكرز بالمسيح القائم من بين الأموات. ولكن إن كان المسيح يكرز به إنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم أن ليست قيامة أموات؟ إن هو طبعا بيشاور على الصديقون الصدوقيون. فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله إنه أقام المسيح وهو لم يقمه، إن كان الموتى لا يقومون. لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم، لأن التبرير تم للإنسان بقيامة المسيح من بين الأموات. دفع الدين اللي عليك على الصليب وقام من بين الأموات، وأصبحت أنت بلا خطية في المسيح لما بررك بقيامته من بين الأموات. إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يعني لو كن المسيح جاي علشان نظام أرضي نعيش به على الأرض وما فيش قيامة، يبقى احنا اللي بنعمله ده هو كله ايه؟ ملهوش قيمة. ان كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس. ليه اشقى جميع الناس؟ لانه هنصوم، هنصلي، هنجاهد، هنتعب، وكل ده هو في الاخر مفيش قيامة. يبقى احنا ايه؟ تعبنا تعب بلا فائدة. فانه اذا الموت بانسان، يقول إن كان لنا في الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. فإنه إذ الموت بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا المسيح سيحيي الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح بكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه، وطبعا كل واحد هيكون مقامه في القيامة حسب أعماله اللي عملها على الأرض. فهنا هو بيقول المسيح قيامته بتقول إنك أنت هتقوم من الأموات ورايح السماء، هتقوم من الأموات ورايح السماء. فهنا هو ده الهدف من السؤال بتاع الرسل والتلاميذ لما سألوا المسيح قل لنا متى يكون هذا. ليه؟ لأنه احنا فرحانين عايزين نروح السماء. فقال لهم تيجي العلامات تمر، العلامات ده هي تخيف غير المؤمنين، ولكن بالنسبة للمؤمنين مستعدين وعارفين انه الوقت قريب وممكن ربنا يجي في أي وقت. والحاجة التانية، المؤمن شايف السماء قدامه وراسم انه سعادة ابدية هيحصل عليها بعد موته، والسعادة ده هي ملهاش مثيل ولا تنتهي. الحاجة التالتة، قيامة المسيح من بين الاموات اكدت وثبتت الرجاء فينا في قيامة الاموات. نسأل الهنا الصالح ان يبارك في حياتنا، ولالهنا كل مجد واكرام في كنيسته من الان وكل لون ظهر الدور امين.